فينا عارف شو سبب هالزيارة الحلوة؟ جاي أسألك سؤال. تفضل. بعدك بدك تتجوزني؟ أكيد بدي، بس أنا موافقة. شو السبب اللي خليك تغيري رأيك؟ ما بقى تسألني شو السبب، إذا ما بدك يعني خليني أقوم أمشي. قاعدة دالي، أنا ما قلت لك تمشي. لكن خليني أسأل السؤال مرة تانية. لا دالي، ما في زوم تعيد سؤالك مرة تانية، لأني رح جاوبك نفس الجواب. أنا مصر أعرف شو السبب اللي خليك تغيري رأيك بعد السرعة. فكرت بالموضوع ولقيت إنه أنت الشاب المناسب إلي. شو دانيا؟ أنت فكرتيني ولد صغير؟ أنا بدي أعرف الحقيقة، وشو ما كانت ما رح أغير رأيي. بلا، هيدي هي الحقيقة. طيب ماشي، مش هيدي هي الحقيقة، بس أنا رح أمشي معك للآخر دانيا. مين كان يقول انك رح تصير ناطور بالمزرعة اللي كانت ملكك يا سالم؟ ما تتفاجأ كتير سالم، بعرف الخبرية من أولها لآخرها. أنا خبريك، ما كان يخبي علي شيء. محل تركني اشتغل ناطور بالمزرعة، وحياتي اللي بتعزيهم ست دارين، ما تقولي لحدا، خاصة ست داليا. خليها مفكرتني نطور وبس. مش حلو تعرف اني كنت صاحب المزرعة ولعب القمار خسرني كل شيء. ما تخاف سالم، سالم مش طويل، بس عم فكر كيف قدرت تتحمل تصير نطور. هاني طلب مني وجبرني. نحن أصحاب من زمان، وأنا مدمن على لعب القمار. كان ينصحني ما أسمع منه، وليك نهار رهنت المزرعة وعرف، دفع عني المصاري وتنزلت له عن المزرعة، وعدته ما أرجع على لعب القمار. ما تجوزت؟ لا، قلت أعيش لوحدي بعيد عن كل الناس. ضميري ضل يعذبني، أنا وصلت حيل الإفلاس، وهاني خلصت، قررت أعيش وحدي وهربت من الناس. ما بتحب ترجع أنت صاحب المزرعة؟ على المزرعة للست داليا، وأنا مبسوط بعيشتي هيك عن إذنك. كل ما فكر انه معقول يعرف انا وين، ما بعرف شو بيصير فيي، خاف كتير بنرعب. نور قلت لك ما بقى تخافي، ما رح خلي حدا يأذيك. لما يعرف انه انا حبلي هون رح تكون المشكلة الكبيرة، اكيد رح ياخد منا الولد. نور، الولد رح يبقى معك على طول. من اول ما جيت لهون وانا بقول يا ريت فيي ضل هون على طول، ياريت بقدر ما أرجع أبداً وما أشوف خليل، ياريت بقدر موت هون وأنا معك. نور، ما بقى جيبي سيرة الموت على لسانك، رح نعيش سوا، نتجوز ونجيب أولاد كمان. وأنا مش بس بحبك، بموت فيك كمان. هيدي الست داليا
كيفك دارين؟ كيفك غادة؟ شو عم يعمل لؤي معي؟ لؤي شو عم تعمل مع داليا؟ ليه جاي معه؟ ما تستغربي غادة، اسمحوا لي أعرفكن بشكل رسمي على خطيبي الجديد وجوزي بالمستقبل لؤي حبي. انت شو عم تحكي؟ بدك تاخدي الشاب اللي بحبه مثل ما أخدتي؟ غادة كفي غادة، ليه سكتتي؟ مين أخدت منك؟ أنا مش موافقة على كل اللي عم بيصير هون. أنا ما طالبت رأي حدا أبداً، وما في داعي أذكركم إنه أنا هون صاحبة البيت وصاحبة المال وصاحبة الكلمة كمان. إذا عجبكم أهلا وسهلا، وإذا ما عجبكم الله معكم. عم تشحطينا داليا؟ حمليها مثل ما بدك داليا، أنا اللي عندي قلته وخلص. قومي ماما خلينا نفل من هون. الله معكم. ماشي يا بنت. بيجي ست دريب؟ تعال سالم. ما كنت عارفك هالقد عاسية. هيدا القساوة تعلمتها منهم. ما فهمت. هيدا موضوع طويل، شي يوم بخبرك اياه. بدك تجاوبيني على سؤالي؟ أي سؤال؟ ليش فجأة قبلتي فيي مع إنك كنت مش طايقة تشوفيني؟ بدك تنتقمي من غادة؟ ليش شو عملت لي غادة حتى أنتقم منه؟ ما بعرف، أنا يلي عم بسألك. لا مش هذا هو السبب اللي خليني اقبل فيك. لكن شو هو السبب؟ معقول وقعت بغرامة يعني؟ على كل حال شو ما كان السبب أنا مبسوط. بدي أسألك سؤال تاني. عم بسمعك. إذا طلع الولد ابني رح تتركيني؟ أكيد رح أتركك، بس ليش عم تسأل؟ حاسس إنه ابنك؟ أبداً، ما عندي إحساس ولا 1% إنه ابني، لأني أنا متأكد إنه هديك الليلة ما صار شي بينه وبين غادة. شو غادة جنيتي؟ بدك إياني أفل؟ بدك إياني نترك كل شي ونروح من هون؟ إلنا سنين قاعدين معهم وما حصلنا على شي، ولا رح نحصل على شي أبداً. هيدا الكلام أنت بتقوليه، بس أنا بعد لهلأ ما استسلمت. رح جن ماما، رح جن. لك ليش عملت هيك؟ مع أساس ما بتطيق وما بدها تشوف خلقته، شو اللي صار فجأة؟ معك حق، اللي صار شي غريب، بس أنت هلأ لازم تسكري نياحك وتسكتي. ليش بدي أسكت؟ لأنه ما تنسي إنه الولد مبسّع، والفحص بالآخر رح يطلعك كذابة. إيه، شو بدك ياني أعمل؟ بسام وسامر على الأرض، وقريباً بيخسروا كل شي، وإذا تركنا داليا ورحنا رح نقعد بالشارع. فهمي شو قصدي بقى؟ تعبتيني من الحكي. والحال ماما، والحال ما قادرة أتحمل إني أشوفها معه، ما قادرة أتحمل إنه يكون حدا. بس سامو أخذته وهلأ هو؟ لازم تتحمل وتسكتي لحد ما أنا لقي الحل. ما بقى تبكي مثل ولاد صغار. بحبه. قولي لي شو بدي أعمل. ما بقى تبكي حبيبتي، بوعدك رح ريحك منها بأقرب وقت ممكن.